اليوم نقترح لكم بسبوسة بالتمر. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، ربع كاس ديال الزيت الرومية، كاس ديال القشدة الطرية، كاس ديال الماء، كنعبرو بالكاس ديال العنبة دائما، خمسة المعالق كبار ديال السكر سنيدة. غادي نحتاجو تقريبا 20 حبة ديال التمر، نحيدو ليها العظم ديالها ونحتفظو بها، كاس ديال السميدة الرقيقة، خمارة وحدة ديال الحلوى، معلقة صغيرة ديال القرفة مطحونة كنسمو بها، وربع كاس صغير ديال المزهر، وتنعرفوه على انه التمر يعني تيمشي مع المذاق ديال القرفة ومع ديال المزهر. غادي نعاود بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو باش نحضرو بسبوسة بالتمر. غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، ربع كاس ديال الزيت الرومية، كاس ديال القشدة الطرية، وكاس ديال الماء، قلنا كنعبرو بالكاس ديال العنبة. غادي نحتاجو كذلك خمسة المعالق كبار ديال السكر سنيدة، تقريبا 20 حبة ديال التمر نحيدو ليها العظم ديالها النواس ديالها، وكاس ديال السميدة رقيقة، خمارة وحدة ديال الحلوى، معلقة صغيرة ديال القرفة مطحونة، وربع كاس صغير ديال المزهر. فهادو هما المقادير. وبالنسبة للطريقة سهلة، غادي ناخدو الكاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نديرو فيه جوج ديال البيضات، غادي نطحنوهم مع ربع كاس ديال الزيت الرومية وحنا كنخلطوا البيض مع الزيت، عاد كنضيفوا كاس ديال القشدة الطرية وحنا كنخلطوا، نضيفوا كاس ديال الماء وحنا كنخلطوا دائما في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، نضيفوا كذلك خمسة المعالق كبار ديال السكر سنيدة، و20 حبة تقريبا ديال التمر، قلنا نحيدوا ليه النواس ديالو، غادي نضيفوه، ممكن اننا نقطعوه ونضيفوه على الخليط في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، حتى كنطحنوا مزيان. جوج البيضات، ربع كاس ديال الزيت الرومية وحنا كنخلطو، نضيفو كاس ديال القشدة الطرية لا كريم فريش وحنا كنخلطو، نزيدو كذلك كاس ديال الماء وحنا كنخلطو دائما في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، ثم نضيفو خمسة المعالق كبار ديال السكر سنيدة و20 حبة ديال التمر، نحيدو لها النواس ديالها ونقطعوها ونضيفوها على السوائل وعلى المقادير في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. هادشي كله كيطحن مزيان في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، ملي كيطحن كلشي مزيان عاد في آخر مرحلة كنضيفو كاس ديال السميدة الرقيقة مع كيس واحد ديال خماره الحلوى، ساشي ديال خماره الحلوى، كنسمو بمعلقه صغيره ديال القرفه، ربع كاس ديال المزهر، وكنخلطو مزيان حتى كتجانس مزيان هذوك العناصر، ومباشره يعني كناخذوا داك الملتقي الخاص بالبسبوسه، كندهنوا مزيان بالزبده، كنرشوا بالسميده، وكنفرغوا هذا الخليط ديال البسبوسه. فهذو هي الطريقه، قلنا في الكاس ديال الخلاط الكهربائي بالنسبه للبسبوسه ديال التمر، في الكاس ديال الخلاط الكهربائي كنضربوا جوج ديال البيضات مع ربع كاس ديال الزيت الروميه، كنخلطوا مزيان البيض مع الزيت، كنضيفوا كاس ديال القشده الطريه لا كريم فريش وحنا كنخلطوا دائما، كنضيفوا كاس ديال الماء، خمسة المعلقات كبار ديال السكر سنيده، كنضيفوا 20 حبه ديال التمر نحيدها ليها النواس ديالها ونقطعوها طريفات ونضيفوها على باقي المقادير. ودائما كنطحنوا كلشي في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، ملي كنطحنوا مزيان داك البيض والزيت والكريم فريش والماء وخمسة المعالق ديال السكر سنيده و20 حبه ديال التمر، ملي كنطحنوا كلشي عاد كنفرغوه في واحد الاناء وكنضيفوا كاس ديال السميده رقيقه مع خماره وحده ديال الحلوى، كنسمو بمعلقه صغيره ديال القرفه، كتبقى قرفه على حسب الذوق، اللي كيبغي يعني يزيد فيها شويه، كاين اللي كيبغي ينقص، مهم معلقه صغيره ديال القرفه كتمشي كيكون المذاق ديالها محايد، ما كتكونش غالبه بزاف وفي نفس الوقت ما كتكونش قليله. كنضيفوا ربع كاس ديال المزهر وكنخلطوا مزيان، يعني غير بالطراب اليدوي ولا بمعلقه ديال الخشب، حتى كتخلط مزيان ديك السميده مع خماره الحلوى مع القرفه مع المزهر مع باقي المقادير اللي طحنا في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. كنحصلوا على عجين ديال البسبوسه اللي هو واجد، كناخذوا القالب ديال البسبوسه، دائما ديك المقله الثقيله اللي كتكون خاصه بالبسبوسه، كندهنوها مزيان بالزبده، كنرشوا بالسميده، ثم كنفرغوا الخليط ديال البسبوسه ديال التمر وكندخلوها الفران، دائما الفران يكون سخون من قبل، كندخلوا البسبوسه تقريبا ثلث ساعه 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه، وكل سيده كيبقى على حسب الفران ديالها. ملي كنخرجوها نخليوها حتى كتبرد، يعني كتدفى مزيان ما كتبقاش سخونه، وكندهنوها بالحليب مركز محلى، يعني غير واحد شويه منه كندهنوا الوجه ديالها لانه تيكون اصلا حلو، غادي ندهنوا غير شويه حتى كتبان، يعني هي كتخرج هي اللون ديالها قمحيه يعني شويه لانه في هذاك التمر، وبالنسبه ومع ديك القرفه كذلك، وملي كندهنوها بهذاك الحليب مركز محلى بجد كنرشوا باي نوع من المكسرات عندنا، سواء لوز محمر او لا كاوكاو محمر او لا العز حسب اللي بغيتو، او لا نديرو غير الكوك، ممكن اننا نحمرو او لا نديرو الكوك العادي كيف ممكن.
انكم الا ما بغيتوش ديروا الحليب مركز محلى داك البيض ممكن اننا نديروا الكراميل حتى هو ندهنوه غير شويه لانه حتى هو تيكون حلو، وكندهنوه باللوز كنرشوا بالرقائق ديال اللوز محمرين او اللوز كونكاسي او لا انصاف ديال القرقع، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم على حسب الاختيار يعني كيبقى بالنسبه كيفاش بغيتوا تدهنوا هذه البسبوسه. ممكن انكم دهنوها غير بالعسل، فعلى حسب الحلاوه على حسب المنظر. هي ملي كنديروا الحليب مركز محلى ملي كيعطي داك ملي كندهنوه كتولي بيضاء، مع هي كتكون كيف قلنا شويه يعني اللون ديالها بني فاتح، فكتمشي مزيان هذوك الالوان بجوج. ممكن اننا نديروا الكراميل، ممكن اننا ندهنوا بالعسل فقط ونرشوا باللوز كونكاسيون ونكتفيو فقط بديك الحلاوه ديال التمر مع دوك 5 معالق كبار ديال السكر سنيده اللي درنا في المقادير. نتمنى تجربوا هذه البسبوسه بالتمر وبالصحه والراحه.